الاتحادية، كل هذه اللقطات تشاهدونها إن شاء الله عبر شاشة الاس اس سي. شكرا لكل الجماهير الحاضرة، شكرا لجماهير النصر ورابطة الجماهير. هذه اللوحة التي وكأنما رسمها بيكاسو، وكأنما خطها أكبر وأمهر الخطاطين والفنانين الكبار. يا لها من صورة، يا لها من لوحة، يا لها من لقطة، يا لها من ليلة كبيرة تجمع الكبار، تجمع الكبار في يوم للكبار. هنا الاتحاد، وهنا النصر، هنا المونديالي، وهنا العابين عند اللاعبين حجازي كريستيانو رونالدو في الظهور الثاني في هذا الموسم مع النصر، الإطلالة الثانية لرونالدو بشعار النصر. داني ماكيلي حكم المباراة الهولندي الذي يدير هذا اللقاء الكبير. داني ماكيلي، رودي غارسيا، رودي صاحب الجائزات السابقة ولديه بطولة كأس في فرنسا. صافرة البداية، بسم الله. عبد الله خيبري وتاليسكا وبيتي ورونالدو في اللمسة الأولى مع الثواني الأولى. يا بيتي العرضية، الكرة بتصل باتجاه مارسيلو. رفوا طوال دقائق وأوقات المباراة، رونالدو اللمسة الثانية تصل إلى سامي وسقوط عائشة بن بدري. تاليسكا والمرور، تقدم من أمام حجازي والمحاولة والكرة بعد ذلك بقرار حكم المباراة إلى ركلة ركنية لمصلحة. يسرق الأضواء ويخطفها، هذا رونالدو عدى، رونالدو مرر، الكرة بتتخلص إلى رمية التماس. القائد برونو هنريكي يقود الهجمة لمصلحة الاتحاد، وصلت إلى الأمام بحثاً عن حمد الله. الكرة بتتخلص في تلك المباراة، الكرة من تاليسكا وصلت إلى رونالدو، إلى الحل الفردي، إلى الكبير، إلى الأسطورة الذي بالتأكيد في كل لقطة ستصل إليه الكرة. لكن كريستيانو والحل الفردي، لكن كريستيانو والمهارة، رونالدو والمرور، رونالدو أمام حجازي، التدخل موجود بالتأكيد بأنها صراعات قمة دخلها العديد. ثالث للنصر في تلك المباراة، في مباراة الفوز 3-0 ولقب سوبر آخر يضاف بالتأكيد لحمد الله. للنصر كرة باتجاه رونالدو، عرضية خطيرة جدا وصلت إلى العبود، التمريرة إلى حمد الله مرة أخرى. روما، يا الله، أي منظومة، أي عمل يا عميد، أي عميد ينفجر في هذه اللحظات، أي روما الكبير يختار المواعيد الكبرى ليظهر، السوبر يظهر في مواعيد السوبر. روما، الأول للعميد، الأول للاتحاد، 1-0. النصر يجد نفسه متأخرا في النتيجة الآن، متأخرا. النصر بالتأكيد لن يستسلم، رونالدو عرضية باتجاه لويس كوستافو، لن يهدأ النصر حتى يعني. الهوائية بالتأكيد واحدة من الأمور، كريستيانو عدى، تقدم رونالدو، عرضها الدول، وصلت إلى ركلة ركنية نصراوية. لن مشروع المرتدة، سلاح المرتدات، إنه أحد أسلحتهم الفتاكة. لا زالت كورنادو، العبود، التسديد، الكرة، يا الله، يتقدم، يمر، يعرضها. روما إلى تاليسكا، التمريرة، الكرة، سامي، التدخل، أوه، هذه فيها بطاقة صفراء، نشوف أول كرت أصفر. الاتحاد، الكرة بتصل في الجهة اليمنى، الاتحاد يكتسح، الاتحاد يسيطر، الاتحاد يتقدم، حمد الله استلم، حمد الله المحاولة معه، حمد الله يمر، والكرة بتعود، تعود، روما، زكريا مر، زكريا سدد، أغوست، الكرة بتعود، كورنادو مر، لا 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 يا كورنادو. الاتحادي الكبير بيتي مارتينيز، عرضية باتجاه رونالدو، أي ارتقاء، نريد تلك الارتقاءات الكبيرة باتجاه كريستيانو رونالدو. رونالدو من أمام زكريا، هاوساوي خلصها إلى رمية تماس اتحادية. دافع كل الاتحاد يتواجد في مناطقه، كره من بيتي، عرضيه خطيره جدا. بالتاكيد هذه الكثير من مطالب ورغبات وامنيات مشجعي ومحبي كريستيانو.
كريستيانو رونالدو. حمد الله يسقط بعد التدخل في اللعبة الماضية من صافرة إلى خطأ، ولكن فيه الأدفانتج. يا الله، رونالدو يرتقي ويضرب، وأجروهي يتصدى. يخطأ من أمام رونالدو، تخطأ تدفع الثمن من أمام رونالدو. الكرة بتعود من زكريا، ترتد في أسامة أو أسامي في اللعبة الماضية، لتعود إلى روما. اتحادية خطيرة عرضية، حمد الله، يا الله، ليلة العميد الكبير، السوبر. حمد الله يظهر في ليالي السوبر، وفي ليالي السوبر لا يظهر إلا اللاعبين السوبر. سوبر يا سوبر حمد الله، بمر الكرة بتتخلص، بتعود من جديد، وصلت إلى حجازي، لكن فيها صافرة من داني ماكيلي، وفيها خطأ لمصلحة رونالدو. زكريا انتظر النصر هل يعود، وتساءلنا، لكن الاتحاد هو من يسجل الضربة الثانية، هو من يقول الأفضل في العالم، لأنك تصديت لأحد أساطير كرة القدم، بالتأكيد كرة فيها المرور، لكن نبقى مع العميد، نبقى مع. وصلت إلى بيتي، هذا من لديه الحل، من لديه الحل. الشوط كرة بتصل طويلة إلى الأمام، عبد الله العمري والعرضية. النصر يبحث عن العودة، يبحث عن العودة. رونالدو بالتأكيد، والتي نعيش في ظلها ونستمتع بالتأكيد بالكثير بما تقدمه. صافرة انتظار الشوط الثاني، في انتظار الأفكار، في انتظار الأعمال، في انتظار تاليسكيلي يسقط. تاليسكيلي يطالب بركلة جزاء، يقول لي يا داني ماكيلي، يا داني ماكيلي أرجوك احتسبها، فنحن في أمس الحاجة إليها. الكرة تلول بالصورة المقنعة، لكن الشوط الثاني كلام ثاني، كلام ثاني يا غريب. الكرة بتصل من جديد لتعود إلى مخلفة الذكر، أمر وارد. كونان والعرضيات، الكرة بتعود، ويبحثون عن التسديدات، عن العرضيات. كرة تلسك بالرأس، تخلصت، عادت غنام، وكرة وصلت. مر من الأول والثاني والثالث، يبحث عن روما، روما راح، لكن روسي أقرب، لكن روسي أقرب. في الجهة اليمنى رونالدو، المرور من أمام كورنادو، والعرضية البعيدة التي لا تجد أي من الرفاق لتنتهي إلى وصلها إلى روما مرة أخرى. عرضية بتتخلص، وصلت إلى زكريا بيسددها في الأذهان. كونان والعرضية بحثا عن رونالدو. جروهي يتصدى، وهو من تصدى في شوط المباراة. التضحيات ومن الأوقات من أجل مشاهدة ومتابعة والوقوف خلفه. بالتأكيد صافرة موجودة، من تمريرة باتجاه سلايهم، سلايهم إلى كونان مرة أخرى، على طول الشنقيطي بشكل ممتدر. سلايهم، كونان والتسديد، كونان والتسديد، دوره بيشتت، يبعد لكن خاطئة باتجاه سلايهم. صافرة، خطأ في هذا المكان يا روما. ألم تعلم بأن لديهم رونالدو جديد؟ رونالدو لذلك يتقدم، يصوب ويضعها، لكنها اعتلت المرمى بقليل، اعتلت المرمى بقليل. من أجل العودة إلى المباراة يا غوستافو تاليسكا، يا الله، هو دائما يحملهم على الأكتاف، هو دائما يحملهم على الأكتاف، ويعيدهم في أصعب الأوقات، في أصعب الأوقات، في أحلك الظروف. من لها غير تاليسكا؟ من لها في العشرين الدقيقة الأخيرة؟ لما لا أن نستمتع بالدقائق القادمة؟ تاليسكا الآن، التسديد، لكن هذه بعيدة، كل وشل، وصلت إلى خيبري، غوستافو نصراوية، تسديد غريب، يا غريب، يا غريب، يا غريب. شوف النقلات، شوف زكريا هوساوي، شوف الاتحاد اللي من أول وصول، من أول وصول في الشوط الثاني. عادت مشروع تحول سريع للنصر، مشروع تحول سريع للنصر، لكن برافو زكريا، لا لا، صفر الحكم وأعطى، أعطى خطأ، لكن الأخطاء، الأخطاء، غوستافو والتسديدة، غوستافو، كرة الثانية إلى ركلة مرمى. وياما وياما يا تاليسكا، تاليسكا والتسديد، تاليسكا الكرة في الشباك، لكنها من الخارج. فيها السلاح، فيها الاتحاد، فيها النمور، فيها البيشي، يا الله.
في ملعب الثمانين. النمور تنقض على النصر في नष्ट हो गया. अभी मेरा माइंड नहीं चल रहा इसके अंदर क्या क्या है और इसको कैसे ठीक करूं क्या करूं कुछ तो. पैसे का भी प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम के ऊपर जब प्रॉब्लम आता है तब नखाड़ी फटा देता है. उठ फटा रहा मैं.